فين غبرت كنت في اوروبا، كنا في واحد الجوله درنا لا تروب في باري ودرت هاشتاغ لارتيست في بلجيكا، وان شاء الله جايين اعمال من هنا. والبارح كنا في فاس في لا تروب، العمل اللي زويان اللي حنا كل ما زدنا به لقدام تيفرحوا الناس بينا، وكل ما شافوه الناس يتعرفوا عليه تيعاودوه جوج المرات. لا ما كاين حتى شي غياب، انما ان شاء الله هادشي اللي بغيتي تعرفوا زوين هو انه كاين الجديد ان شاء الله، كاين واحد البرنامج ديال الاطفال اللي تصور تنتسناو امتى غادي يتحط في البلاصه ديالو، خصو يدوز في الوقت اللي خصو يدوز المناسب فيها. جو كخوا كو راه باقي في المونتاج تيصاوبوا فيه وتيقادوا، حتى انا متعطيش باش نشوف هذا البرنامج ديال الاطفال. وتنوع الجمهور بانه راه برنامج زوين بزاف، عجبني بزاف، اول مره جربت راسي مع الاطفال طلع برنامج زوين، خليها مفاجاه. ديال الكورونا بدات من رجلي هادي، هذا ستي عرفتي هاد السروال شحال دير 14 مية بتدي ميمون المال وتبقى واقف عليه بالثلاثة يعطوك. صراحة الله اللي عندي أنا اللي تضايقني باش أنني ما نقدرش ندير بزاف الحوايج هو ليزيفينمون، كيف اليوم تلاقينا في ليزيفينمون. فالسيمانة الحمد لله وما شاء الله تيكون عندنا بزاف ديال الشركات اللي تيكون عندهم تيديروا صواري بريفي، ثلاثة جوج تتلقى السيمانة فيها ثلاثة ولا هذا، ما تتساليش بالسفر وداك الشيء، ما تيكونش عندك الوقت، لاجوندا تتكون ما فاهمي من هنا لهنا، تيخصك وقيتها فين تشوف والديك، تتولي لا بغيتي تخلص الضو تيخصك تمنك خدمه باش تمشي تخلص الضو. لا بالعكس اخويا، راه شوف اللي تيخدم شي خدمه وما عجباش عارفوا راه ماشي خدمته. انا التعكر هو الاستنشاق ديال الفليبير المناخر ديال العينيات تسليل ديال 6 ونص الليل، الا ما كانش الضحك ما كاين. وانا واش الا صحابك دابا خصني نطلع الخشبه باش نضحك ولا تنضحك في الطوموبيل مع صحابي، الضحك تنضحك مع صحابي عاوتاني كثر. الضحك هو شي حاجه تتكون عندك الداخل ما تصبرش، ضروري خصك تجبد الضحك، ضروري خصك تسميتو. كيفاش تي اليوم غير التجار 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 التجار، هادشي اللي زوين. علاش ما قلبتهاش غنى؟ دابا يجي وقلب، راه كل دومين عنده ناس وعنده مواليه، انا ربما غادي نكون اقلهم في الغناء ولا هو سميتو. لا هو ماشي ما تقوليش تواضع بالمعقول، ثاني خربقت لك اليوم تركيا مع تونس. انا خويا الموسيقى ساكنه فيا الداخل، هذا هو التيفو اللي فيا. علاقتي بتركيا خويا انا تنتصنت الاغاني، شخص تعرفوا الدنيا علاش تسمع؟ انا باقي صغير كنت نسمع الخليجي، طلال مداح محمد عبدو، باقي صغير نسمع، عندي شي اغاني ما تيعرفوهمش الناس سبحان الله العظيم، وهادشي الناس اللي متبعينا في انستغرام تيشوفوه. والالات كلهم خصني نعزفهم وصافي، الا ما عزفتهمش تنتسطى. عندي دابا في الدار الات مره نقيله تنعاود فهمتي، قصر بكوي من جابع وياد، عندي الكلارينيت الساكس القانون الدروه كل شيء، باقي تنتبع حتى الراكد. ضروري المعلم خصني نتبع حتى الراكد، هذاك الشيء عندنا حنا في الدم المراكشيين. المراكشي راه واخا تلقاه ما عاد فين تلقاه فين تلقاه، شوف اللهم بارك السيد الوفا سيد الوزير، راه باقي كاع راه في الوزاره تلقى فيه التقشاب والنكات والضحك وهذا، وشد معاك القشابه وداك الشيء. المراكشيين دمهم هكا داير، حنا الدم ديالنا مخلط بشي هرمونات ديال الضحك. خويا هذا الفيروس ديال كورونا مازال ما جربتوش، باش نقول لك الراي ديالي راه ما جربتوش. هما قال لك دابا وصلت طاليان حنا زاكين، غير هو يقرب شويه للبحر يفوت الصبولين بغيت نمشي انا للقلعه، عند واحد خالتي نجلس تما ما يوصلش للقلعه والله لا وصل. شكون بينعت ليه القلعه؟ بغيت نمشي انا للقلعه، جيت العود بغيت نمشي عند خالتي تما فرحها من جيت العود والبنوت هذا وشي راك بيجي ليا، راه بغيت ناكل غير البيو والله لا وصلني الكورونا بعدا. وراه الكارما تيوصل الطاكسي وصل تما وما يوصل الكورونا، والله الطاكسي ما تيوصل وانتم واصل مساكن عندهم تما عاد بيوصلهم. اخي الكلمه للجمهور ديالي الله يحفظهم ويتطلعوا لي في الابتسامه، انا خصنا هي الابتسامه والضحك 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 والنشاط صافي. احنا الحمد لله واحد البلاد اللي ما تقدرش تجينا كورونا كاع، حنا المغاربه ما يمكنش تجي عندنا كورونا، حيت اصلا حنا ما تيقينش حتى في بعضياتنا. هاد بتجي تجي تثق في شي واحد، مادام تيكون معك تيقول لك اخويا في جديد البارح كنت واخا جاتني واحد الخدمه. كورونا ما تقدرش تجي المغرب الحمد لله. شوف اللي واكل الخبز اتاي واللي واكل اللي عنده فهمتي اللي واكل ما عطاش واكل اش بغا تجي عنده كورونا. حنا راه اصلا هيبو ماده صفراقا ما غادي يجينا كاع، واش هيبو نسرطوها وتمشي. كورونا بغا تجي لشي شعب اللي ما حنا الحمد لله شعب ما عندنا حتى مشكل، بغا تجي كاع كورونا ويخرج لها المقدم وسالينا كاع هادشي هادشي اللي كيف يقول لها المقدم العمل لا ما كنسمح لينا الله يعاونك الله يعاونك هادشي اللي كيف.